طبور النخل. أميرال شارنر سفينة حربية، وهي واحدة من السفن الفرنسية التي كانت وظيفتها تأمين طرق التجارة على السواحل اللبنانية. وفي 8 شباط عام 1916 تم تبليغ السلطات الفرنسية من خلال الغواصة الألمانية عن رؤيتهم السفينة أميرال شارنر تغرق على الشواطئ اللبنانية. وقد استغرقت السلطات الفرنسية 5 أيام للوصول إلى مكان الحطام، وعند وصولها كان هناك جوزيف كاريو، وهو الناجي الوحيد الذي أبلغ السلطات الفرنسية أن الغواصة الألمانية هي التي ضربت السفينة بصاروخ توربيدو. بعد التحقق من المعلومات تبين أن السفينة غرقت في شمال لبنان على بعد 3 كيلومتر من ميناء طرابلس، ولا يوجد أي فيديو موثق للحادثة لمعرفة ما حصل، فقررنا أن نبدأ بعمليات البحث. تبين أن القصة الفرنسية التي رواها الناجي الوحيد لا تشبه أي من القصص الأخرى. بدأنا البحث مع الأستاذ محمد السارجي رئيس نقابة الغواصين. لأنه السفينة هيدي غامضة، فيها غموض، ما في تاريخ لها، ما في اسم حتى مبين عليها، شكلها حلو بنصورها ومصورينها بس ما في مراجع، ما معروف بالتحديد كيف غرقت لأنه ما مبين عليها أي انفجار، وهي قاعدة بأرضها ما مبين، ممزقة يعني مدمرة من ناحية كأنه قاعدة قذيفة أو توربيدو أو كذا، فما بنعرف سبب الغرق. طولها حوالي 20 متر، علوها حوالي 4 أمتار، في إلى قسم سفلي طبعاً مغلق، وإلى درج وإلى غرفة للقيادة، وإلى درج على غرفة صغيرة فوق، كذلك الأمر. ما بنعرف مين عليها، ما بنعرف كم واحد عليها، أنا بتفاجأ إنه عم بتقولي لي في 350 واحد كان عليها حسب موقع الفرنسي، مستحيل مستحيل يعني، كيف بده 350 على باخرة طولها 20 متر مثلاً؟ ما بيصير 350 متر، وخاصة باخرة حربية. في نقص بالمعلومات عنا، لازم يعني نشوف، لربما عند الدولة الفرنسية شو عندها معلومات دقيقة عنا، اسمها مأكد الاسم هو ذاته، كيف غرقت، أي سنة غرقت، شو ظروف الغرق لحتى غرق. ثم اتجهنا إلى ميناء طرابلس لمقابلة الغواصين في الميناء وأصحاب السفن، وهنا بدأت الحيرة لأن القصة التي أخبرنا بها رئيس النقابة تختلف عن قصة الغواصين وأصحاب السفن، والقصص التي رويت تبعد كل البعد عن قصة الناجي الوحيد. هذه أنا بالمنطقة هون 45 سنة، هذه 45 سنة بالضبط يعني، وكان عمري حوالي 17 سنة، عام المواليد 66 سنة. باليمين هيك الصاروخ، في على جنبه صاروخين، واحد انشال وواحد لساته موجود، والدخون تبعه صارت العنبر تبعه لساته مثل ما هو مشبك شبكان حديد سميك شوي، والقفولة موجودة، والمطبخ تبعه والصحون والطنجرة كلهم موجودين بقلبه، يعني هسه هيكله مثل ما هو.
أيضا يتغير اسم السفينة من مصدر إلى آخر. أميها نحن سفينة التوربيدو. ليه سفينة التوربيدو؟ لأن سفينة قديمة كتير عمرها فوق 100 سنة، لكن عليها على ظهرها مجموعة توربيدات كبار، طول واحد حوالي 3.5 أمتار، ممكن 4 أمتار، فبنسميها كنية بالتوربيدو الموجود عليها. نحن مسمينا بابور النخل، يعني هي حكمة تحت جذر النخل النخيل، عالسبب أنه والله عبابور النخل. ومع الغوص أكثر في تفاصيل هذه القصة، اتضح لنا أنه لم يدخل أحد إلى هذه السفينة المهجورة منذ ذلك الحين. هلأ أبواب الداخل مسكر، هي صغيرة منا كبير تيفوت عليها، يعني ما حدا يعني بيتجرأ، لأنه فوتي على داخل هيك سفن إلى أصول وإلى إجراءات وإلى معدات. فبصراحة أنا ما فت على قلبها، هي إلى مثل درج وطابق تاني وصغير حجمها، يعني السفينة إذا بدي أصفها هي قاعدة جالسة يعني أبرايت، جالسة كما تبحر، يعني قاعدة بقاع البحر مثل ما بتقعد بسطح على سطح الماء. مقدمة السفينة باتجاه الشرق ومؤخرة السفينة الغرب. على الجهة اليمنى من ظهر السفينة في 2 توربيدو كبار، وعلى الجهة اليسرى للمقدمة في 2 كذلك الأمر. تابع الأمور عن بعد مش عن قرب، يعني ما عندهم سلطة وما كتير مهتمين بالموضوع الفرنسي، مع إنه السوفلير غرق فيها ومات فيها حوالي 160 واحد ورفاتهم لسه موجودة بقلب. الإنجليز مثلا عندهم فيكتوريا بطرابلس، قاموا الدنيا وقعدوها، منعوا العالم، نسقوا مع الدولة والجيش اللبناني، منعوا العالم تنزل عليها، صار في خلافات بين الغواصين، منعوه ينزلوا كليا. بس السفارة الفرنسية لا، يعني عاطي الحرية للناس تنزل. هلا مؤسف جدا إنه حدا بينزل وبيقيم مثلا هيكل عظمي، أو بيقيم مثلا جرس السفينة، أو بيقيم حطام الرشاش اللي على الغواصة مثلا. في ناس أخذوا مجموعة من البقايا حطوها ببيوتهم مثلا، موجود ببيوتهم. نحن ضد هالشغلات طبعا. هلا عم بسمع إنه حتى هيدي السفينة التوربيدو اللي عليها عم بيقيموه. أنا بالزمن حكى قدامي إنه عم بفكر حدا يقيم، حكينا لا ما لازم ينقام، ما في إفادة مادية من هالألمنيوم موجود فيها، حرام، يعني ما بتستاهل تنقام وتنباع شيء لا يذكر مقارنة بأهميتها على ظهر السفينة كما غرقت كما كانت. فنحن ضد إنه تنقام هيدي أي يعني أي أجزاء من أي سفينة غرقانة تحت الماء. هلا عم بعرف إنه كل التوربيدو نقام ما عدا في واحد بعد، هيدا مأساة، لازم يكون في مراقبة أكثر، لازم يكون في متابعة أكثر، ومش ضروري من الدولة الفرنسية، هي غرقانة بالمياه الإقليمية اللبنانية، هي صارت من ملكية الدولة اللبنانية، وأقله يعني إدارتها تكون تابعة للدولة اللبنانية وحمايتها تكون تابعة للدولة اللبنانية. وأنا برأيي كل مين بيقيم هيك يعني من سفينة غلط، وما لازم تبقى تحت فيها. كيف يمكن الاستفادة من هذا الكنز الموجود في بحرنا؟ من السهولة إنه نشتغل نحن مع الوزارات المعنية، اللي هي عم تسأليني أي وزارة، هي المسؤولة عنه وزارة النقل. وزارة النقل هي مسؤولة عن كل هالحطام في البحر، فممكن نسق مع وزارة السياحة نعمل سياحة بحرية فقط مخصصة لغوص الحطام من سفن و غواصات وما هناك من طائرات وإلى آخره. فأكيد تنعمل سياحة كتير مهمة، ممكن نحن نروج لسياحة الغوص. بشكل عام نحن بلد فقير جدا بالسياحة البحرية، لأن نحن ما بنروج لإلها يعني كوزارات معنية. آخر همها هالمشروع هيدا. تشوف في دول مثلا مثل مصر أو المالديف أو الكاريبي أو أي العقبة بروجوا بكل المؤتمرات العالمية والاجتماعات العالمية لسياحة الغوص ببلدانهم، والعالم بتروح تغوص عنده. لكن بلبنان نحن هيدا الرياضة ما زالت يتيمة عند الدولة لحد الآن، ما عندنا اتحاد لبنان الغوص. هلأ عم نسعى لتأسيسه، ما عم بيساعدنا الدولة، الوزارات المعنية ما عم بيساعدونا أبدا، بس نحن بأمس الحجة كنا اتحاد لبنان الغوص،
وهذا الاتحاد بنظم النوادي وشغل النوادي وبيشتغل مع الدولة حتى يروج للسياحة الغوص والغوص. لو في يعني مين مسؤول عن البيئة وعن الشغلة هيدي؟ في شغلات كتير عندنا بالبحر قديمة عن آلاف السنين. بس ما حدا مسؤول عنها. لم نستطع أن نصل إلى حقيقة واضحة، والأغرب لا يوجد قصة موحدة لحل هذا اللغز القديم. بعد اختلاف كل هذه المعلومات والأحداث، هل هذه السفينة موجودة حقاً؟ وهل هي نفسها السفينة الموجودة في ميناء طرابلس؟ وإن كانت حقيقة، لماذا لا توجد أي أدلة تثبت ما حصل؟